نتمناو كل شيء، قبل كل شيء انه المنتخب المغربي يوفق وبقلب ورب، معناها نحن تونس، مغرب، جزائر، عراق، السعوديه بالطبع، قطر كنا معاها وفرحنا لها امس حتى ولو انهزمت، حتى لعبت لعبه. والمنتخب التونسي اليوم الشوط الاول اضاعوا بكل صراحه، ولثغرات بسيطه، ولكن كان فما نوع من الخوف من النتيجة، يحبوا ينتصروا بأي طريقة، هذاك اللي صار في الارتباك. وللأمانة ما عندناش هداف، إن شاء الله نخدموا على رواحنا، وإن شاء الله يكون عندنا هداف ممتاز. ربحنا حارس مرمى، عندنا وسط ميدان من أروع ما فما، ما عندناش نجوم كبيرة في المنتخب التونسي، ما عندنا لاعب جماعي، وعندنا خاصة الذكاء التونسي بكل صراحة، الذكاء العربي، الذكاء المغاربي، الذكاء التكتيكي، لباس بأي مدرب، حتى كان مدرب من يعتبروه من درجه ثانيه، نحن نعتبروه من درجه اولى، ومعاه ومساندينه، وحتى ولو عندنا انتقادات ليه، ولكن يعطيه الصحه، ومعاه فرنسا باش نعملوا النتيجه بحول الله، ومش نشرفوكم. اهم شيء المغرب بكره ان شاء الله، خاطر كي تنتصر المغرب راهي انتصرت تونس، وانتصرت قطر، وانتصرت السعوديه، ومتشرفين بغربتنا ولاباس. عندنا الزياش، وعندنا الوليدات، وعندنا حكيم ما شاء الله عليه، وعندنا الوليدات الكل ان شاء الله. اكسيون والله الشوط الاول ما لعبناش، كانوا فرضوا علينا هم اللعب بتاعهم، بس الشوط الثاني كنا لعبنا نحن في محاولات، ولكن المنتخب التونسي لم يتوفق. فاضل في عنا مباراه مع فرنسا اللي هي اخر مباراه، اكيد راح نلعب كل الموجود عنا، وان شاء الله بنترشح ان شاء الله. مشكورين. الرأي في مقابلة اليوم أو معناها مقابلتين في مقابلة واحدة، شوط أول أضاعوا الفريق القومي التونسي باختيارات سيئة، الدارك نسبيا في الشوط الثاني، للأسف ما توفقناش. إن شاء الله حظ أوفر في مقابلة فرنسا، وعندنا بنك باهي، ونجم معناها يختار لاعبين آخرين، وبقدرة ربي إن شاء الله نعمل نتيجة باهية ضد الفريق الفرنسي. ما قدمنا مباراة باهية، ما كتبش ربي على الربح، خسرنا المباراة نتاعنا من بريمير ميتون، بريمير ميتون ما دخلناش بالكدا، ديزيام ميتون حاولنا باش نريكوبيريو باش نرجعوا في الجو نتاعنا، ما كتبش ربي الكرة ما حبش تدخل. إن شاء الله علاش ليه نربحوا فرنسا ونتعداو وديما تقعد الكرة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.